أعزائنا المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون جيبوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة المسائية، وإليكم أهم العناوين. رئيس الجمهورية يترأس الجلسة 14 لمجلس الوزراء لهذا العام. الصحة العالمية، منظمة الصحة العالمية تطرح 120 مليون اختبار لكورونا لصالح الدول الفقيرة. أهلا بكم. برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد إسماعيل مرقلي، عقد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2020 جلسته الأسبوعية، الجلسة 14 لهذا العام. وكان في جدول أعمال هذه الجلسة عدد من المشاريع القانونية ومراسم. وكالمعتاد علق وزير الخارجية والتعاون الدولي الناطق باسم الحكومة محمود علي يوسف على أبرز ما جاء في هذه الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم. Sous la présidence du chef de l'État, son excellence Monsieur Ismaïl Omar Guelleh, s'est tenue la 14e séance du Conseil des ministres en ce mardi 29 septembre 2020. المسألة الأولى تتعلق حول مشروع القانون يقضي بإنشاء إدارة لمراقبة استغلال مساحات العامة، هذا ويجب وضع حد لانتشار المقلق لمساحات غير قانونية التي يستقل المواطنون يشكل حاجزا حقيقيا للتنمية متنقمة للمدن ولم يلبي طلبات التنمية لتوسيع المراكز الحضرية، كما تعرقل التنمية الحضرية المستدامة وتشكل مشكلة للتنقل الأهالي وعدم إعادة التأهيل الأحياء العفوية ودور الخدمات المكلفة بالتخطيط وإدارة المدن. هذا ومن الضروري أن تتمتع الدولة بهيكل فعال تتكفل بمراقبة واحترام الخطط وقوانين الحضرية في مجال إدارة المساحات العامة، وذلك من خلال وضع كيان إداري مثل شرطة المدن المكلفة بمراقبة المساحات والتي تستقل بطريقة غير قانونية. وينص هذا المشروع إلى إنشاء إدارة لمراقبة عدم استغلال المساحات العامة بطريقة غير شرعية. المسألة الثانية تتعلق حول مشروع القانون يقضي بإنشاء الوكالة الجيبوتية للمعايير والجودة. أن الوضع الحالي في جيبوتي في مجال جودة البنية التحتية وتقييم المطابقة ويتمثل من خلال عدم وجود هيئات فعالة تتكفل بالتقييم والمقاييس، هذا وتتمتع جمهورية جيبوتي بسياسات واضحة في مجال التقييم وترقية جودة المنتجات والخدمات المحلية، وأن الجودة البنية التحتية والتقييم المطابقة ستعزز السياسة الوطنية للتنمية الاقتصادية بغية طمأن بيئة ملائمة للتسهيل التجاري والتنمية الصناعية. وخلال السنوات الماضية تم تنفيذ مبادرات هامة سمحت لبلادنا بتمتع بنظام وطني للتقييم وترقية جودة، ومن الضروري أن هذا الوضع يحتاج إلى إنشاء على مستوى الوطني هيئة مكلفة بالتقييم قادرة على حماية المستهلك الجيبوتي وتحسين قدرات التنافسية للمؤسسات الجيبوتية على مستوى الوطني والدولي، والسماح للمناشدين الاقتصاديين الحصول المزايا التنافسية في التبادل التجاري من خلال إنتاج وتصدير المنتجات المحلية التي تلبي معايير الدولية. كما أن هذا الهيكل سيعزز الأعمال في إدارة التجارة، وأن تتمتع بلادنا بتسمية صنع في جيبوتي لتسمح لها بترقية الصناعات المحلية، وأيضا لمختلف الشركاء سواء المنتجون والمستهلكون ومقدمي الخدمات باستخدام مرجع مشترك. المسألة الثالثة تتعلق بمشروع القرار يقضي بالتعيين السيدة النجوى نجيب على ممارسة مهنة الكاتب العدلي طبقا للشروط المنصوصة في القانون. المسألة الرابعة مشروع القرار يتعلق بالشروط والنماذج المنح والتعليق والسحب تراخيص تدقيق الطاقة. أن قانون الرقم 90 للهيئة التشريعية السابعة السادرة في عام 2015 الخاص بإطار تشريعي المتعلق بكفاءة الطاقة جعل تدقيق الطاقة في عملية إدارة الطاقة، وأن جميع المؤسسات العامة والخاصة ذات الطابع القانوني
أو حسب أنشطتهم تخضع لهذه المراجعات، وذلك طبقا للمتطلبات الموارد والمهارات المحددة في الدفتر القانوني للتدقيق الطاقة، وذلك من خلال متطلبات العامة للطريقة والجودة وإنجاز وإعداد والمراجعة. المسألة الخامسة تتعلق بمشروع المرسوم يقضي بالتعيين متسريت إبراهيم أحمد مديرا عاما للمدرسة الوطنية للدراسات القضائية، والسيد داود علي عبدو سلطان الحاصل على درجة ماجستير في القانون العام مديرا عاما لسلطات الطيران المدني. وفي ختام هذه الجلسة قدم وزير الصحة إلى مجلس الوزراء خطة وطنية للتنمية الصحية لفترة الممتدة ما بين 2020-2024 الناتجة عن عملية الشاملة وتشاركية والتوافقية لمجمل منشري القطاع الصحي، ويتركز على توجيهات استراتيجية في المجال الصحة المدرجة في رؤية 2035 والتي تهدف إلى حصول على صحة أفضل لجميع المواطنين، ويتركز أيضا على طموحات بلادنا في مجال النمو والتنمية المستدامة والتغذية الصحية الشاملة بغية الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة المتعلقة في مجال الصحة. وتتكون هذه الخطة من 5 محاور استراتيجية أساسية، أولها توفير رعاية عادلة ذات جودة للجميع في مختلف التراب الوطني. 2 تكامل جودة الخدمات الرعاية الصحية والوقائية العلاجية للجميع. حكم الرشيد في إدارة الخدمات الصحية. تمويل كافي والدائم للضمان التغذية الصحية الشاملة. نظام المعلومات الصحية الفعالة مع معطيات ذات جودة وتستخدم في الوقت المناسب. وأن ميزانية الخطة الوطنية للتنمية الصحة والتي تمتد ل5 سنوات تقدر إلى أكثر من 61 مليار فرنك جيبوتي. استقبل رئيس الجمعية الوطنية السيد محمد علي حمد صباح اليوم السفيرة اليونانية الجديدة المقيمة في جيبوتي والمقيمة في أديس أبابا، وتباحث السيد محمد علي حمد مع الدبلوماسية اليونانية جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، سيما علاقات والتعاون الثنائي القائم بين جيبوتي وأثينا والسبل الكفيلة لتعزيزها إلى آفاق أوسع وأرحب. وفي بداية اللقاء رحب رئيس مجلس النواب السيد محمد علي حمد بسفيرة اليونان الجديدة في جمهورية جيبوتي، متمنيا لها بدب الإقامة ونجاح مهماتها الدبلوماسية. من جهتها قدمت السفيرة اليونانية الشكر والتقدير للرئيس محمد علي حمد على الاستقبال الحار وكرم الضيافة التي حظيت بها خلال اللقاء. عقدت وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن صباح اليوم صباح يوم أمس الاثنين اجتماع عمل مع مجموعات الشركاء التنمويين في المقيمين في جمهورية جيبوتي. وترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن السيدة منى عثمان آدم هذا الاجتماع وبحضور وزير الاقتصاد والمالية السيد إلياس موسى دوالي وبمشاركة عدد من شركاء التنمويين لجيبوتي من بينهم المنظمات الأممية المقيمة في جيبوتي والوكالة التركية للتنمية الدولية وعددا من المنظمات الأخرى. وعلى قرار بقية الدول العالم تضررت جمهورية جيبوتي بشدة جراء الأزمة الصحية التي سببها كوفيد-19، وذلك عقب أن عانت جيبوتي أضرار فيضانات عاصفة سقار التي ضربت البلاد نهاية العام الماضي أي عام 2019 وقزو الجراد في شرق إفريقيا. وفي هذا السدد أنشأت وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن نظاما يهدف إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمنكوبين والمتأثرين جراء هذه المشاكل، حيث أنشأت الوزارة سجلا مدنيا بقية التسريع والتقديم المساعدات الإنسانية للأسر الفقيرة والمتضررة جراء هذه المشاكل التي مرت أو شهدت بها البلاد. واستفاد من هذه المبادرات الإنسانية نحو 76,600 أسرة من بينهم 12,000 حصلوا على 30,000 فرنك جيبوتي خلال فترة الحجر المنزلي التي شهدت البلاد قبل شهور.
الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والتعاون الدولي بالإنابة أثنى على التعاون القائم بين الشركاء والذي أسهم في تقليص تداعيات أزمة كورونا. المزيد مع الفيز الأزهري. إن الهدف في ذلك الوقت كان يتمثل في تشجيع مناقشات بناءة حول الموضوعات ذات الأولوية على الصعيد الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحدودة في رؤية جيبوتي لعام 2035 وتنفيذ البرامج للتنمية. لقد عملنا منذ تلك الفترة في رفع مستوى التنسيق وذلك مع شركاء والهيئات ذات العلاقة بموضوع التنمية. واسمحوا لي في هذا اللقاء أن أتقدم إليكم بالتهنئة والإشادة على ما أنجزت من أعمال رائعة منذ العام 2016 وعلى ما أبديت من تفان وإخلاص من أجل التوصل إلى أفضل النتائج. وفي هذا الإطار فإن الاستجابة لإعصار سجار والفيضانات الأخيرة التي شهدتها جيبوتي يمثل نموذجا ناجحا لمتانة التعاون والتنسيق بين الشركاء المحليين والدوليين والمؤسسات والهيئات الأممية. كذلك الحال مع جائحة كورونا، وقد بات الجميع راضيا وسعيدا بهذه النتائج الرائعة. وزير الاقتصاد والمالية السيد إلياس موسى دوالي تطرق في كلمته للسجل الاجتماعي لوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والذي يضم بيانات العائلات البسيطة وذوي الدخل المحدود. إن جمهورية جيبوتي عملت طيلة الأشهر الماضية على التصدي لجائحة كورونا وتعزيز مسألة الرعاية الاجتماعية، هذا إلى جانب التحديات العديدة الأخرى التي ينبغي أن تعمل البلاد على إدارتها ومواجهتها، ولا سيما التحديات التي لم تكن معروفة بالسابق. لا أتحدث هنا عن ظاهرة تغير المناخ والتحديات الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي. إن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن كانت رائدة في مواجهة هذا الوباء كما واجهت الأزمات والمشكلات الأخرى. ولدينا اليوم سجل الاجتماعي للوزارة والذي سيتم تعزيزه وتدويره في السنوات المقبلة حتى يغطي الفئات الضعيفة في عموم التراب الوطني. وقد مكننا من مواجهة أزمة كوفيد-19 حيث تم من خلال سجل الاجتماعي توزيع المساعدات الغذائية وبرامج التحويلات النقدية وغيرها من الأنشطة التي قامت بها الوزارة والتي أسفرت عن نتائج مرضية. وهذا ما جعلنا نجد اليوم الشركاء الراغبين في تقديم الدعم ومساندة الجهود الجارية. بدورها أشادت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن أشادت بالجهود المنظمات من المنظمات الدولية وشركاء جيبوتي في سبيل المواجهة كوفيد-19، كما أشادت بالجهود المقدرة التي بذلوها خلال هذه الأزمة. أشيد بالجهود التي بذلها الجميع وعملوا مع وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامجها المتمثلة في تقديم الدعم في ظل أزمة الصحية التي مرت بها بلادنا منذ ما يقارب عن 4 أشهر بسبب جائحة كورونا. كما أقدم جزيل الشكر والامتنان للجميع إن كانوا عاملين في وزارتي والدوائر الوزارية الأخرى أم منظمات على تقديمهم يد العون في الوقت المناسب من أجل الحد من انتشار وباء كوفيد-19. واليوم نلتقي هنا لتصل يدي الطوع على برنامج التي قمنا بتنفيذها خلال الفترة الصعبة التي مرت بلادنا، حيث تمكنا في هذه الفترة الحرجة التي واجهنا خلالها الجائحة كورونا والأزمات الأخرى نجمت عن تغيير المناخ، كما قمنا بإجراء تحاليل حول استراتيجية الاستجابة للوزارة في حال ظهور أي صعوبات قد تعرقل النمط الطبيعي للمواطنين بغرض أن يعيشوا بأمان وبدون أي مخاوف أو تحديات في هذه الفترة. ونحن قمنا بتقديم الدعم اللازم حتى لا يتضرر السكان من تداعيات كورونا على مستوى البلاد. استقبل وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية السيد يونس علي قدي صباح يوم أمس السفير الياباني في جيبوتي،
وتباحث الوزير مع يونس علي جدي مع دبلوماسي الياباني جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، سيما علاقات التعاون الثنائي والمتميز القائم بين بلدينا أي جيبوتي واليابان منذ الأزل. وكما تباحث أيضا الوزير مع الدبلوماسي الياباني سبل الكفيلة لتعزيز العلاقة القائمة بين جمهورية جيبوتي واليابان. وفي سياق آخر، استقبل الوزير يونس علي كيدي وفد شركة أجروفونت وان، وجرت هذه المناسبة بحضور وزير الزراعة محمد أحمد عوالي ومدير عام شركة جيبوتي للكهرباء جامع علي جيلي ومدير عام الطاقة مقوليد محمد. هذه المجموعة من الخبراء الذين أتوا للقاء وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية المكون من 8 أشخاص اقترحوا عدة مشاريع تركزت على عدة قطاعات مثل الزراعة والطاقة. وتنفذ هذه الشركة بالفعل العديد من المشاريع في الولايات المتحدة ودول أخرى، وتهتم هذه الشركة أيضا بمناخنا وأرضنا الرطب، وتخطط لتنفيذ عدد من المشاريع في بلدنا وذلك بالشراكة مع الحكومة الجيبوتية. نظمت وزارة التخطيط والتعمير والبيئة والسياحة صباح اليوم الثلاثاء بقصر الشعب حفل افتتاح ورشة توعوية حول المشروع تقييم احتياجات التكنولوجيا للتغير المناخي. وتهدف أشغال أعمال هذه الورشة إلى مساعدة البلدان على تحسين وتعزيز التقييمات في إطار الاحتياجات التكنولوجية، وذلك لاتفاقات إطار عمل الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي والتي صادقت عليها جيبوتي عام 1995، إلى جانب مساعدة البلدان النامية في المشاركة في مثل هذه المبادرات بتحديد الاحتياجات التكنولوجية ذات الأولوية لمواجهة التغير المناخي. وترأس أعمال هذه الدورة أمين عام وزارة البيئة السيدة ديني عبد الله عمر إلى جانب كوادر من الوزارة وممثلين من الدوائر الوزارية المختلفة. وفي كلمة له عبر الأمين العام عن سعادته للمشاركة في هذه الأعمال التي تهدف إلى تعزيز قدرات مجمل المشاركين فيما يتعلق بالتغير المناخي. نظمت الهيئة الحكومية للتنمية بتعاون مع وزارة الصحة ورشة عمل عبر الحدود حول نظام المراقبة والتقييم لقطاع الصحة ومكافحة مرض السل. وتهدف هذه الورشة التي تستمر لمدة 2 يوم إلى تنمية وتطوير المهارات المتعلقة بتشخيص مرض السل وفهم الممارسات المتعلقة بتشخيص ورعاية المرضى في المهاجرين المتنقلين والسكان العابرين عبر الحدود أي بين جيبوتي وإثيوبيا وسوماليلاند. وجرت هذه الدورة بحضور والي المنطقة السيد موسى آدم ميكيلي ومدير عام مستشفى علي سبيح الإقليمي محمد سوقا عينان والدكتور أحمد حسن المكلف بشؤون الصحة لدى الهيئة الحكومية للتنمية الإيجاد. والي منطقة علي سبيح السيد موسى آدم ميكيلي عبر في كلمة له خلال افتتاح الدورة عبر عن سروره وامتنانه للمشاركة في هذه الورشة الفريدة من نوعها. لقد تعلمنا من الوباء كوفيد-19 كثيرا وأدركنا أهمية الصحة للمجتمع وأن الأمراض لا تعرف الحدود. إن مثل هذا اللقاء مهم جدا لتنسيق العمل بين المسؤولين المعنيين بإدارة المنافذ الحدودية. كنت قد شاركت معكم خلال 2 يوم في هذه الورشة والتدريب لكي تدركوا تماما أن ولاية علي سبيح تولي الأولوية ليس فقط للأمن السلمي بل للأمن الصحي أيضا. ونرحب إخواننا الذين شاركوا معنا من أهالي لويعدة ويوبوكي وقلافي، ونعلم جميعا أن قلافي ويوبوكي ولويعدة من أهم المنافذ الحدودية. والآن إلى شمال البلاد، قام سفير جمهورية فرنسا في جيبوتي على رأس وفد رفيع يوم أمس الاثنين بزيارة إلى إقليم أبوخة في شمال البلاد. وضم الوفد فضلا عن السفير الفرنسي الرئيس التنفيذي لبنك التجارة والصناعة البحر الأحمر وممثل وزارة الشؤون الأوقاف
ولدى وصوله إلى حاضرة الإقليم حظي الوفد باستقبال حار وحفاوة بالغة من قبل سلطات المنطقة وعلى مقدمة موالي منطقة عبد الملك محمد بانويتا ورئيس المجلس المحلي محمد حمد إسماعيل. وعقد الوفد اجتماعا مع سلطات المنطقة بحث خلالها عددا من الملفات ذات الاهتمام المشتركة. وشارك في هذا الاجتماع أيضا ممثلي من الدرك الوطني والقوات المسلحة والشرطة الوطنية. وعقب هذا الاجتماع أيضا عقد السفير اجتماعا آخر مع رئيس المجلس المحلي لأبوخة، تباحث هو الآخر مع الوفد العلاقات بين جيبوتي وفرنسا. وعقب الاجتماع قام الوفد بزيارة ميدانية استهلها في مقر الإقامة نونز لاغارد القديم التي سيتم إعادة ترميمها مؤخرا. كما كانت المنطقة محطة للراحلين في القرن التاسع عشر، وتعد منطقة أبوخ منطقة تاريخية. وعقب هذه الزيارة أيضا توجه الوفد إلى مركز التنمية المجتمعية للقاء مع شباب منطقة أبوخ. دوليا، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي أو في المؤتمر الصحفي الدولي في جنيف إن الاختبارات الجديدة توفر نتائج موثوقة في غضون 15 إلى 30 دقيقة بدلا من ساعات أو أيام بسعر أقل وباستخدام معدات أقل تعقيدا. إن في مؤتمر الصحفي الدوري في جنيف إن الاختبارات الجديدة توفر نتائج موثوقة في غضون 15 إلى 30 دقيقة بدلا من ساعات أو أيام بسعر أقل وباستخدام عدات أقل تعقيدا. وقال الدكتور إن الاتفاق الذي يضم شركتين مصنعتين ومؤسسة بيل وغيتس من شأنه أن يجعل 120 مليون من هذه الاختبارات تشخيصية جديدة سهلة الحمل والاستخدام. وقال الدكتور كاترينا رئيسة تنفيذية لمؤسسة تشخيصات جديدة المبتكرة أن الاختبارات الضروري بالنسبة للدول لتتمكن من تتبع وتعقب وعزل الحالات المصابة وبالتالي وقف انتشار الفيروس. وأضافت إن جائحة كشفت نقاط الضعف التي تعاني منها النظم الصحية فيما يتعلق بعملية الاختبار في جميع البلدان في العالم، مشددة على ضرورة زيادة مستويات الاختبار بشكل كبير في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. إلى هنا أعزائي المشاهدين وصلنا لنهاية النشرة، وشكرا على حسن الإصغاء والمتابعة.